كيف دفع الطموح والشغف إيلون ماسك إلى تصدر ترتيب أغنى رجال العالم؟ تربع اسم إيلون ماسك قمة أغنى رجال العالم مجدداً في شباط من عام 2021 بعدما ارتفعت ثروته إلى ما يقارب 199 مليار دولار، متجاوزاً بذلك رجل الأعمال جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون الذي بلغت ثروته 194 مليار دولار. إيلون ماسك رائد الأعمال الأمريكي ومؤسس أكبر شركتين في العالم، تسلا للسيارات الكهربائية وسبيس إكس لصواريخ الفضاء، يعد نفسه مهندساً أكثر من كونه مستثمراً. يشدد ماسك على أن الدافع الذي يحفزه للعمل هو رغبته في حل المشاكل التقنية، فالنجاح في نظره لا يقاس بالأموال التي يكتنزها في البنوك بل بعدد المشاكل التقنية التي يتمكن من حلها. ولد ماسك في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا وأتقن برامج الكمبيوتر في سن 12، انتقل إلى كندا في سن 17 ليكمل تعليمه في جامعة كوينز، لكنه لم يستمر سوى عامين حيث انتقل إلى جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة ليحصل على شهادة في علوم الاقتصاد من مدرسة وارتون وشهادة الفيزياء من كلية الآداب والعلوم. شارك ماسك في تأسيس شركة لبرمجة مواقع الإنترنت وبعدها شركة للدفع عبر الإنترنت، اندمجت لاحقاً مع شركة كونفينيتي في عام 2000 لتصبح شركة بايبال المعروفة الآن والتي اشتراها موقع إي باي في عام 2002. شغفه بأسرار عالم الفضاء دفعه لتأسيس شركة سبيس إكس في عام 2002 لأنه شعر بخيبة أمل من برنامج الفضاء الأمريكي الذي لم يكن طموحاً بما يكفي، ولا يزال حلمه إرسال الإنسان إلى المريخ وإقامة قاعدة بشرية على القمر والسفر بانتظام إلى المدار. شارك في عام 2003 في تأسيس شركة تسلا موتورز لصناعة المركبات الكهربائية والأنظمة الشمسية، وفي عام 2006 أنشأ مصنع سولار سيتي كشركة لتوفير خدمات الطاقة الشمسية والتابعة حالياً لمجموعة شركات تسلا موتورز. وفي عام 2015 ساعد ماسك في تأسيس شركة أبحاث غير ربحية باسم OpenAI بهدف تطوير الذكاء الاصطناعي وشركة نيورالينك المتخصصة في مجال التكنولوجيا العصبية. أعلن ماسك أن شركاته تتقاسم الأهداف ذاتها، وهي تقليل الاحتباس الحراري وإيجاد طرق نظيفة وغير مكلفة لتوليد الطاقة ونقلها، وحماية الإنسان من خطر الانقراض وإنشاء مستعمرات بشرية على سطح المريخ. كشف ماسك في أكثر من مقابلة تلفزيونية أن 6 أسرار تقف وراء نجاحه: لا تجعل المال هدفك الوحيد، اتبع شغفك، لا تخف من وضع أهداف كبرى، كن مستعدا للمجازفة، تجاهل النقاد واستمتع بحياتك. لا يبدي ماسك أي اعتراض على السعي وراء الثراء بشرط التمسك بالقيم والمبادئ الأخلاقية، ويشدد على أن المال لم يكن الدافع الذي حفزه لتحقيق كل هذا النجاح، ويرى أن عدم إنفاق المليارات المودعة في البنوك قبل الموت علامة على الفشل لأنه لم يتم توظيفها في أهداف مفيدة. أثارت تصريحات ماسك حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 ضجة إعلامية، إذ نعت الذعر حول الفيروس بالغباء ووصف إجراءات الحجر الصحي بأنها حبس تعسفي ومخالفة للحقوق التي يكفلها الدستور للمواطنين. إن امتلاك بيتكوين أفضل قليلاً من حيازة النقد التقليدي، لكن هذا الفارق الطفيف يجعلها أصلاً أفضل لحيازته. أعلن ماسك عزمه بيع جميع ممتلكاته المادية صيف عام 2021 لأنها تثقل كاهله بالمسؤوليات والمشاكل، لكن من الصعب على أحد التنبؤ بسلوكياته وتصرفاته، فجزوة طموحه لا تنطفئ على الإطلاق. لا يتوقع ماسك الذي أتم 50 هذا العام أن يموت ثرياً، بل صرح أكثر من مرة أنه يتوقع أن ينفق معظم أمواله على بناء مستعمرة بشرية في المريخ، ولن يستغرب أبداً إن استنفذ المشروع ثروته بأكملها.